قلبي عندك يا مدام، عرفت ان البيبي نزل معلش. كل شيء نصيب، بس ده يخليكي تفتحي عينيكي اكتر من الاول. طليقتي وجوزك لسه مع بعض، واكيد دلوقتي هيفكر يتجوزها عشان يخلف منها، خصوصا بعد ما اتاكد انه مش هيعرف يخلف منك. انت ما اتصلتش بيا تاني على التليفون ده، انت سامع؟ كان ممكن تشكي فيا لو انت مش حامل وانا وانت مستنيين ربنا يكرمنا ونشوف البيبي بتاعنا. كان ممكن عقلك ساعتها يقول حاتم هيتجوز عليكي واحده تانيه علشان يخلف منها.